صباح الخير، صباح النور يا كريم، ايه الاخبار؟ الحمد لله عامل ايه؟ الحمد لله. يا اي حاجه صارت في الكونسرت اللي فات؟ لا حلينا كل حاجه فيه صح؟ تمام، كويس جدا. طيب نبدا النهارده في كونسرت 2.2. انت امتحانك قرب صح؟ أي طب هو لحد فين؟ قالوا لك ولا لسه؟ ألو طب تبعت اوكي، فيني على مهل. الساينس يوم الاثنين ايه؟ كونسبت الساينس يوم الاثنين 2 يوم الاثنين. تمام، على ايه بقى؟ على اللي هو الماتر اللي هو concept 2.1 بس، ولا داخل فيه من 2.2؟ 2.1 بس. طب تمام، كويس جدا، احنا خلصناه وعملنا ريفيجن عليه. وانا لو مهم محتاجين احنا يوم الحد نعمل ريفيجن عليه مرة تانية مفيش مشكلة، يعني راجعوا تاني ويوم الاثنين او يوم الحد تقولي بقى نعمل ريفيجن عليه ولا ناخد جديد عادي. طيب برضه مثلا هسأل الميس بتاعت المدرسة تمام، او اتأكد فعلا. تمام برضه. تمام اوكي. طيب احنا عندنا concept 2.2 بيتكلم عن ال describing and measuring the matter. نبدأ بقى نوصف المادة وصف دقيق شوية ونقيس اي حاجة في المادة بقى، سواء كانت mass length اي حاجة. طيب فاحنا lesson 1 عندنا هنا بيتكلم على الصور دي، عندي 3 pages وبيقول لي can you express أو can you explain. شايف أول image ديت اللي هي فيها ruler و pen، دي measuring tape. دي ruler كده، هو بيقيس ايه بالruler ديت؟ الميجر measure ايه؟ mass، ميجر length، temperature، ايه بيقيس ايه بالظبط؟ ماس ولا لينث ولا تمبريتشر؟ لينس برافو. تاني صورة، ايه البالانس برافو، بيقيس بيها ايه؟ ماس تمام. اخر واحدة، ثيرموميتر برافو، وبيقيس بيه، يا تمبريتشر برافو، عايش كده. ازاي انا اقدر اوصف المادة او اعمل لها ديسكرايب او ميجرد؟ انا بوصفها عن طريق اولا الحاجة اللي قدامي، its color، its shape، التكستشر بتاعها، الملمس بتاعها، السايز بتاعها، دي الحاجات اللي انا شايفاها قدام عيني اوريدي. بقول والله الحاجة اللي قدامي دي عندها ريد كلر، شكلها سفيريكال مدورة او مكورة، التكستشر بتاعها ان هي سموث، السايز بتاعها ان هي فيري بيج او فيري سمول، وهكذا. دي الحاجات اللي هي اوريدي قدام عيني فاقدر اوصفها كده، واقدر اوصفها كمان based on its state، اقول الحاجة اللي قدامي دي solid ولا liquid ولا gas. اقدر اوصفها كمان بان انا اقيس حاجات معينة، we can measure some properties زي البالانس، زي ما انت قلت لي كده ان البالانس كان بيقيس its mass، والرولر كانت بتقيس اللينث، والثرموميتر to measure the temperature كنا بنقيس بيها التمبريتشر. طيب احنا بقى في الليسون ده او في الكونسبت ده هناخد ايه؟ هناخد describing the measuring matter، هناخد ان احنا نوصف ازاي المادة ونقيسها، و ال properties of the matter وخواص المادة، وال measuring matter وال uses of matter واستخدامات المواد كمان. طيب نبدأ بأول حاجة هنا activity 2، بيقول لي a roof for every type of climate.
سطح لكل نوع من أنواع المناخ. يعني كل نوع من أنواع المناخ بيبقى ليه شكل بيت معين أو بيعملوا له سطح معين. تمام. تمام. طيب فأنا لو عندي مثلا المكان اللي أنا عايشة فيه بيكون فيه رين وسنو كتير، تفتكر كده لا هبقى محتاجة أبني البيت زي هوم ايه ولا زي هوم بي؟ إيه. ولا ده ولا ده. اشمعنى؟ في الشتاء لو انا في مكان بيمطر تلج وبيمطر دايما ميه، يعني تلج وميه، هيبقى هوم ايه؟ تمام، هيبقى هوم ايه؟ لان هوم ايه زي ما احنا شايفين كده انه متقفل كويس، مبني من مواد عندها هاردنس اكتر، فمش هيخلي المطر تدخلي. لكن هوم بي مبني من مواد كده ايه، تحسها مش هاردنس قوي يعني. تمام ماشي كده بخشب. بالظبط كده. فاحنا في الاكتيفيتي ده هناخد ايه الماتيريال اللي ممكن يستخدموها الناس عشان يبنوا بيها الروفز، الاسطح بتاعت المنازل بتاعتهم. مثلا احنا لو عايشين في مكان صحراوي ديزرت، الديزرت هون بيكون شكلها كده زي ما انت شايف في الصورة، بيكون دايما made of strong stones، مصنوعة من أحجار قوية جدا، وبتكون دايما فلات، مسطحة كده زي ما احنا شايفين، فلات مستقيمة، مش ما بتكونش زي اللي فوق ديت، لا بتكون مستقيمة فلات كده، مصنوعة من ايه، من strong stones. ده بيحمي البيوت من ايه، بيحميها at protects the home from dust and dirt. يعني ايه؟ بيحمي المنازل بتاعتي او بيحمي البيت بتاعي من الدست، الغبار او الديرت، او ان هو اصلا يحصل فيه يعني ان هو يمتص الحرارة، لا ده بيخليه يبعد الحرارة عنه. يغرق يعني يغرق في ايه؟ الطين، يغرق في الطين. لا مش بالظبط كده، هو احنا في ديزرت اوريدي، فمفيش رطوبة ولا في الكلام ده، هو ديزرت يعني المياه قليلة جدا، فالتسطح بتاع البيت ده من فوق ده بيخليه ان هو اولا فلات، ثانيا بيحمي البيت من الغبار والديرتس الاوساخ اللي ممكن تجيله، وفي نفس الوقت بيشتت اشعة الشمس، مش بيخليها تدخل جوه البيت. تمام. تمام. اما في الكولد ويذر هومز، في الاماكن الساقعه جدا، بيصنعوا البيوت بتاعتهم من حاجه اسمها سيراميك تيلز، بلاط يكون مصنوع من سيراميك يعني، او سيراميك بريكس اللي هو السيراميك يعني، او بلاط السيراميك. طيب بيستخدموا ده في البيوت بتاعتهم من فوق ليه؟ في الروف يعني. it slanted، slanted يعني مايلة، دايما بتكون مايلة بالشكل ده زي كده. ليه؟ لأن هي protect the home from rains، لأن المطر لما يجي ينزل كده يا كريم، معمول كده علشان لما المطر أو التل ينزل يقع على طول بالظبط على الأرض. برافو عليك، يجي المطر ينزل يروح متزحلق كده على الأرض، ما يفضلش جوه البيت ويبرده، يبقى it protect the home from rain، slanted يعني مائل، لكن التاني كان ايه اللي كان في الديزرت، كان flat كده، لكن ده معمول كده slanted، مستني فلات. flat يعني مستوي تمام. كده مائل بالإنجليزي يعني. planted تمام. يعني شكله كده برضه. في بقى التروبيكال فورست، في الغابات الاستوائية دي مناطق تانية
وبتكون رين فورست، بتكون برضو تروبيكال ورين فورست يعني غابات استوائية مطيرة. دي دايما بيصنعوا البيوت فيها أو الروف بتاعت البيوت فيها من الليفز and sticks. الليفز والستاكس اللي هي من الأوراق أو العصا، وبيبقى برضو slanted أو inclined، بيبقى دايما مائل برضو بنفس الشكل بتاع ال cold weather homes، وده برضو بيحمي it protect the home from animals getting inside، لأن الغابات دي بيبقى عايش فيها حيوانات كتير، هم بيصنعوه من الليفز والستاكس لأن ده بيحميهم من الحيوانات تيجي تهجم على البيوت ديت يعني. أوكي تمام، يعني الكولد ويزر والتوبيت رين فورست الاثنين بيبقوا مايلين سلانتد بالظبط كده. اما ديزرت هوم الجزر بيبقى بالظبط، فلات. برافو. تمام، الديزرت هوم بيبقى فلات ليه؟ لان هو بروتكت ذا هوم فروم داستس اند ديرت. اما الكولد ووتر الكولد ويذر هوم بيبقى سلانتد ليه؟ From to protect it from rains. تمام، protect from rains. وال tropical rainforest home made of leaves. To protect it from animals. Bro, to protect the home from animals getting inside. تمام، برافو عليك. طبعا زي ما احنا شفنا كده من الاكتيفيتي اللي احنا لسه قايلين ده كله، ان انا عندي هنا ال kind of material اللي انا بستخدمها used to make rough depends on the climate. The climate المادة اللي انا استخدمتها عشان ابني بيها المنزل بتاعي كانت معتمدة على الكلايمات اللي عندي، يعني مثلا لما كان الكلايمات desert او very hot استخدمت strong stones، لما كان الكلايمات cold weather استخدمت ceramic tiles، لما كان rainforest استخدمت الليفز والستكس. فعلى حسب يعني it depends on الكلايمات اللي عندي، مش بيحصل كده بطريقة randomly، لا هو ليه حاجات معينة يحصل بيها. اوكي تمام، يلا نحل دول. the desert room made of leaves and sticks. غلط، rainforest room برافو، roots of buildings protect them from rain, animals, dust, dirt or other things getting inside. غلط، أقروف. صح، ايوه صح، برافو. روتس. The tropical rainforest home has a flat roof. غلط، برافو. the roof طيب of desert home is made of strong stones. برافو، عايش. The kind of material used to make a roof depends on the where the home is located. The kind of material used to make a roof depends on climate. لايميت، برافو. تمام، في اي حاجه صعبه في الاكتيفيتي ده؟ تمام، طول. طيب عندي بقى الاكتيفيتي 3 بيتكلم عن what you already know about describing and measuring matter. ده already احنا حاجات عارفينها عن ال measuring matter او describing matter، بقيسها عن طريق ايه او بوصفها عن طريق ايه. زي ما قلت لك في حاجات بقدر اقيسها من اللي انا شايفاه اوريدي، في حاجات بقدر ان انا اقيسها بمواد باستخدام تولز معينة فاقيسها،
زي ايه؟ زي مثلا اللينث، الفوليوم، الماس، والتمبريتشر. احنا اوريدي واخدين اللينث والماس والتمبريتشر من الكونسبت اللي فات. المرة دي زود لنا حاجة بسيطة اللي هي الفوليوم، والفوليوم يعني حجم. طيب كل بروبرتي من دول اقدر اقيسها بسبيشال ميجرنج تول لوحدها. يعني ما ينفعش مثلا اقيس التمبريتشر بالبالانس، لا، كل حاجة ليها التول بتاعتها. ما ينفعش اقيس الماس بالرولر، لا، ما ينفعش. تمام. فانا بالنسبة لي عندي مثلا 4 بروبرتيز، هقول ليهم 4 تولز. زي ايه؟ زي الفوليوم. الفوليوم ده بيتقاس بحاجة اسمها ميجرينج كاب، سمعت عنه قبل كده او شفته في حتة؟ سمعت عنه تمام. اللي هو الميجرينج كاب بيقول ان هو بيتقاس بيه الفوليوم بتاع الميه او اي حاجه. بتاع الليكويدز عامة، تحديدا الليكويدز. لو انا عايزة اقيس ليكويد بحطها في الميجرينج كاب ده، لان هو بيبقى عليه كده بالظبط. تيبس فوليوم. بالظبط، برافو عليك. النمبر اللي بقف عليه هو ده الفوليوم بتاع الحاجة اللي جواه، سواء بتاع الليكويد اللي جواه ايا كان ايه هو. طيب تاني حاجة عندي اللينس، زي ما احنا واخدينها من المرة اللي فاتت، ان هي بتتقاس بتولز معينة اللي هي التاب ميجر او الرولر. الماس بقيسها بالبالانس، التمبريتشر بالثرموميتر. طبعا تمام. تمام. طبعا ينفع اقيس كل دول لنفس المادة عادي جدا، بس ان انا بستخدم بقى سواء اللي انا عايزة استخدم، يعني اللي انا عايزة اقيسه بستخدم له التول بتاعته. طيب يلا بينا نحل دول. A tool is used to measuring the mass of matter balance. برافو. A tool is used to measure the temperature of materials, درجة الحرارة ثرمومتر. عايش. A tool is used measure the volume of matter in measuring cup. تمام. A tool is used to measure the length of matter ruler. برو، Miss هو ممكن يقولي a tool is used to measure the length of materials. عادي لو قلت له measuring tape. طبعا تمام. بس طالما هو قلت مش له measure. محدد لك الماتر ديت يبقى عادي نقول اي حاجه. تمام. هو بيقول لك اما لو ماتيريال، كان محددها لي وقال لي short هبقى اقول له ruler. لونج لو قال لك measuring بوك tape مثلا، لو قال لك عايزين نقيس بوك او بن، ruler. رولر. بس لو قال لك عايزين مثلا نقيس length of house. measuring كتاب. بالظبط. تمام، برافو عليك يا كيم. طيب تعالى نحل true false. تمام. We can describe a solid matter by its color and shape. صح صح برافو. نصدق صح. بتسأل على حاجة يا كيمو؟ بقطع بقول لك برافو عليك. تمام صح كده، الصوت كويس. تمام. The roof تمام. of tropic rainforest home is made up of leaves and sticks. صح.
تمام. The roof of desert home is made up of strong stones to protect it from no غلط from dirt. برافو. We can measuring the volume of an amount of oil by using tape measure غلط. The برافو. measuring cap. The length of the classroom wall is measured by using a balance. غلط. Measuring غلط. tape. You can use thermometer to measure the temperature of a hot cup of water. صح. تمام. نمبر 7. الفكسة. اه صح. We can differentiate. differentiate between sugar and salt by using their color. غلط. غلط طبعا، لان هما الاثنين عندهم نفس الكالر بتاعهم. ممكن نفرق عنهم بايه بقى تفتكر؟ ممكن نفرق عنه ب measuring. لو انا عندي مثلا 5 جرام من الشوجر و5 جرام من السولت، هفرق بينهم عن طريق الكالر؟ اكيد لا، لان هما الاثنين وايت. افرق بينهم عن طريق ايه اللي مختلفين فيه؟ البالانس. ما هما الكالر ده بعض، ده وايت وده وايت، يبقى ايه؟ التيست صح، طعم. تمام. كنت هتسأل على حاجة؟ لا. طب يلا نحل ال scientific term. تمام. A material that is used to build the roof of cold weather homes. يعني احنا نقوله ايه المتر اللي احنا نحتاجه عشان نبني اه ال cold homes. كنا بنحتاج ال عدد تيل ايه، عدد تيل مش سامعك. هي حاجة بعدها تيل يبقى ايه؟ سيراميك. سيرفيت تيل. بالظبط كده. A matter that is used to build the roofs of desert homes. Strong stones. Drawing stone, bro. As a property of matter which is measuring by a measuring cup. Water. لا هو بقى بيقول لك الليكويد ولا الروح؟ ايه البروبرتي اللي انا بقيسها بالميجرنج كاب؟ بقيس ايه بيها يعني؟ ماس، لينث، حاجة زي كده. مادة لا مش مادة، water. بقول لك بروبرتي يعني حاجة زي الماس، اللينث، التمبريتشر. سمعني كده؟ طيب كريم، كريم انت معايا؟ طيب بقول لك خاصية بقيسها، بروبرتي like temperature, mass, volume, length.
عايز نصبر. بنقيس ايه بالميجرين كاب ده؟ فوليوم. فوليوم. يلا بينا، برافو عليك. إذا the property of matter which is measured by a balance in mass. الماس. The property of matter which is measured by a tape measure اللينس برو. مش هو الميجرنج كتاب بس هي اللينس الميجرنج كتاب ده ايه؟ هو بس اللينس والرولر ايه والرولر برضو اللينس. عندتين اللينس صح؟ اه زي ما قلنا الفرق بينهم ان الرولر بقيس بيها حاجات صغيرة، لكن الميجرنج كتاب بقيس بيها الحاجات الكبيرة. تمام تمام. كومبليت. اه يلا كومبليت. We can differentiate between ice and water as ice is a solid state while water is a liquid state. انت بتحل في نمبر كام يا كريم؟ Number one, we can use different materials to make a roof depending on the where the home is located. The materials to make نبقى a roof معتمدين على ايه؟ the climate. برافو. ما بقى حلت التانية قدام حلو. We تمام. can differentiate between ice and water as ice is a solid state while برافو water is a liquid state. برافو، شطور. The note of your score pad can be determined by a balance. The mass برافو. you can use it to measure the mass of matter balance. برافو شاطر. بالانس. والتانية will you can use it to measure its temperature thermometer. ترمومتر. برافو. طب تمام. والتانية you can use a ruler to measuring the length of your book. Well, you can use a balance to measure its mass. Length of mass. تمام برو. In the Earth's polar zone, people use in building their home roofs to protect them from this polar zone. ثلج بولر يعني زون اللي هي المناطق القطبية في الأرض. إيه هم بيستعملوا بيستعمل مادة ايه بيبنوا بيها الروف بتاعتهم؟ سيراميك ايوه تلج. برافو. To protect يحميهم them من ايه from يحميهم من السنو. بالظبط؟ الرينز او السنو. تمام. كتب. تمام يلا بينا. The roof of a desert home is made of strong food. To protect them from
from there. dogs to protect them from dust and dirt. Dirt, dirt, flower. ايه؟ Dirt is flower. لا دي اي ار تي. تمام. The roof of tropical rainforest is made of leaves and sticks. To protect them from animals. بالظبط، برافو عليك. to protect them أو to protect the home from animals Eat it. من ان ال animal دي تعمل ايه، from animals getting inside. يعني خش جوه. مش زي اللي مش هتمنعهم، هي ازاي الستيكس بس هي اللي هتمنعهم. بتقول ايه؟ لا ما الستيكس بس هي اللي هتمنعهم، اما الليز مش هتقدر تمنعهم. هم مستخدمين ده مع ده عشان يمنعوا تمام. كمساعدة يعني. The roof of cold weather homes are flat. عارف ترجمتها بالعربي؟ صوتك بيقطع يا كريم. عارف ترجمتها بالعربي؟ the roof of cold weather homes are flat. ايه اللي هيحصل لو بنينا البيوت اللي في الكولد ويذر بنيناها فلات مسطحة كده؟ التلج هيسقع الشقة أو الروم. تمام، يبقى the rain and the cold will affect the home، هيأثر على البيت. means it will affect is the rain in the cold. rain and cold. تمام. will affect the home. تمام، You can measure the height of your chair by using tool. الهايت ايه؟ الهايت. تمام، تقول ايه؟ You can measure the mass of your copy book by using tool. C. ايه؟ You can measure the volume of the water that is found in your bottle by using tools B. برافو. You can measure the length of your pencil case by using tools A. تمام، شاطر. From the opposite finger tools, one is used to measure volume بوليو. of water, while tools two is used to measure mass. ماس. برو، يبقى نختار دي. دي ده اختيارات. تمام. برافو عليك يا كيم. يلا نحدد الهومورك. التشور والماتش.
يتشوزوا الماس والماتش بس اللي احنا سايبينه صح؟ اه تمام حلو. قولي يا كيمو، انت لما حليت يعني كان ال assignment اللي انت بعته اه ده كان تبع يونت ايه بالظبط؟ لان انا لقيت اول بيج فيه تبع يونت 1 وتاني بيج داخلة في يونت 2. بتقول ايه؟ لا هو مودل اكزام 2 على لحد يونت ايه يعني هو على يونت 1 و 2 مع بعض؟ اه لا تمام اوكي. لا امال ايه؟ ميس انت قلت لها حلو واحدة من الشيت قلت لك حل من الشيت فعلا. يعني انا حليت انا واحدة من قصدي الشيت كان وحليت التيست حليت واحدة من الشيت واحدة من ايه؟ واتنين من التيست صفحتين من التيست اللي هم اوكي مود الاجزاء تمام فهمت. يعني لسه يعني انا صححت كده الشيت بس، او صححت الشيت وجزء من الاكزام. خلاص تمام، انا هكمل التصحيح بتاع الاكزام وابعتهولك. تمام تمام اوكي ماشي. يلا، محتاج اي حاجة؟ الله شكرا يا ميس رجع كويس عشان الكويز اللي عندك، وأي حاجة مش فاهمة نرجع لبعض يوم الحد إن شاء الله، نراجعها كويس مع بعض قبل الامتحان. تمام تمام يا باي باي باي.